قضينا إن شاء الله بالنجاح بانعقاد هذه الجلسة، ستمضي هذه القوانين وستعدل بعض الملاحظات التي أثارت اللغط وأثارت الكثير من المخاوف داخل قبة مجلس النواب وبالشارع العراقي. لذلك سنحاول وئد هذه الخلافات ونمضي باتجاه تشريع قوانين تصب بصالح البلد وصالح المواطن. هنالك بعض الملاحظات لابد من معالجتها والمضي باتجاه ان شاء الله. هنالك قوانين جدليه ربطها مع قانون عقارات الدوله. قانون عقارات الدوله من القوانين السلسه والمتفق عليها واسترجاع الحقوق المغتصبه الى اهلها الى اهاليها في جميع محافظات العراقي. وربطه مع قانون العفو العام وقانون تعديل الاحوال الشخصيه سبب ارباك على هذا 6 أشهر عدم تصويت على هذه القانون، لكن اليوم استبعد تمرير هذه القوانين لان قانون الاسترجاع او اعاده الحقوق العقارات المغتصبه ربطها مع هذه القوانين بسله واحده مرر لي مرر لك انا اعتقد ليس في محله في وقت الحاضر.